ومعانا ايضا اللقطه اللي انا بقول لحضراتكم عليها، اللقطه الحلوه، اللقطه الاحلى امبارح بعد مباراه الاهلي والهلال السوداني، هي لقطه كابتن محمود الخطيب وهو واقف مستني جمهور النادي الاهلي، ما مشيش من الاستاد غير ما يطمن على جمهور النادي الاهلي. هي دي اللقطه اللي معانا، يا ريت توريها لنا. معانا صوت ليها محمود؟ طيب يا ريت نسمعها بالصوت. هي دي اللقطه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، مش هنمشي غير وانتم معانا. ده دور طبعا يعني مهم جدا. يعني بنشكر الكابتن محمود الخطيب وبنشكر ايضا سياده السفير على هذه اللقطه، وكمان انه طمنوا على ولادنا واخواتنا واصحابنا جماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده في مباراه الهلال السوداني.